ياسر 33 الرئيسي أرسل. في هذه الحلقة من النجدة، عملية سرية لمداهمة مستودع أدوية ومواد مخدرة، حاجز اعتيادي يضبط مركبة بلوحة تسجيل مسروقة، محاولة فاشلة لسرقة سيارة. كل حد كان بالسيارة حنأخذ بصماته. تقدر تعطينا معلومات عن هالمكان؟ تبين موضوع الدورية اللي انت ما عندك من هون. رئيسي سبيل ثلاث، سبيل ثلاثة جيب. الناس حاسة انه بدنا نوصل لعندهم. بالقوة الخاصة من المكافحة بارتباك والتحرك والتواصل مع خاصة الخزن. الأمور جاهزة. صحيح صحيح باشا، لك ذلك. بالتوفيق للجميع. غرفة عمليات الشرطة، هنا ينظم عمل كافة دوريات الشرطة وترد البلاغات من المواطنين. تبعنا موضوع الدوريات اللي انت ما عندك من هون. كل الدوريات تحرك على مكان عملها. بعد ورود معلومات لقسم مكافحة المخدرات، قام الضابط المختص بالاتصال على العمليات. أبلغنا بضرورة تجهيز قوة للتحرك لبلدة. وردتنا إشارة من عمليات الشرطة إن عندنا مهمة نساند في إحدى إدارات الشرطة وهي إدارة مكافحة المخدرات. تم تجهيز القوة الشرطية بالمعدات اللازمة لهذه المهمة ونوعيتها، إعطائهم التفاصيل والمعلومات اللي بتحكي عن طبيعة المهمة بشكل عام، لكن تفاصيلها ما كنا نعرف. بناء على معلومات سرية وردت للشرطة، تستعد قوة الشرطة الخاصة لتنفيذ عملية اقتحام للمكان. إدارة مكافحة المخدرات في لهم مهمة خاصة في إحدى القرى. كيف المعنوية يا شباب؟ هاي دور اليمين، اليمين دور سريعة مرس. صحيح حازم 1-1، حازم 4، تحركين المهمة المعروفة لديك الآن. استلمتك تم الاتفاق ان احنا نلتقي انا وضابط مكافحة المخدرات في نقطة معينة قبل ما نروح على الهدف اللي احنا متوجهين عليه. وقف التسجيل. تم وقف التسجيل بطلب من ضابط المهمة حفاظا على سرية المعلومات.
تم الحديث عن تفاصيل المهمة بكامل تفاصيلها وماهيتها، وعرفنا مدى خطورتها وشو احنا بالضبط رايحين. تحركنا طبعا الى هاي القرية، كانت لضبط ادوية مواد مخدرة. الهدف تم رصده مسبقا، تم رصده من قبل ضباط المهمة اللي بيتوجهوا على اساس في حال حركة الدوريات لهاي المنطقة يكون الهدف معروف لتسهيل عملية الضبط والدخول الى المكان من اجل ضبط هاي المواد ومصادرتها. بدأت القوة الخاصة باقتحام المخزن المشبوه. مجدوع على جيب. أرسل. بإمكانك الدخول الآن، المكان آمن. يعطيك العافية، مشكور. أمنت القوة الموقع وأفسحت المجال لقوة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة لتقومان بعملهما. مخزن مليان يا باشا. تمام، المعلومات والمصادر كلها صحيحة. تمام، استدعي لي ممثل وزارة الصحة خليه يجي يعطينا رأيه بالأدوية الموجودة ومدى قانونيتها لو سمح الدكتور. شباب اعطوني مجال للدكتور يتأكد من مدى قانونية الأدوية، مدى صحة وسلامة الإجراءات في حفظها وخزنها. دكتور لو سمحت، والله شوف لنا شو قصد الأدوية هاي. في جزء من هاي الأدوية هي أدوية مخدرة. نفس دواء مهدئ برضه سبب إدمان ومنتهى الصلاحية. تمام. دكتور احنا بدنا نبلش نتحرز على هاي المواد المضبوطة، نبلش بعدها والتحفظ عليها حسب الأصول. بوجود ممثل من وزارة الصحة تم فحص الأدوية الموجودة أو عينات من هذه الأدوية الموجودة، تبين أنها أدوية منتهية الصلاحية، منها من 2009 منها من 2010 منذ سنوات. شباب لو سمحتوا هاي الأغراض نبلش فيها على السيارات، خلي السيارة ترجع عشان يعرفوا الشباب. الحمد لله. بدأنا بالتحفظ على هاي الأدوية ونقلها عبر مركبات خاصة بإدارة مكافحة المخدرات والشرطة الفلسطينية. أرسل. كيف الوضع فوق عندك؟ الوضع جيد وتحت السيطرة. طيب يعطيك العافية. أي إشارة لتجمع مواطنين ابلاغي فورا، ابلاغي فورا. جيد. صادرت القوة الأمنية كافة المواد المضبوطة بحراسة وتأمين من الشرطة الخاصة. تم محاصرة المكان واقتحامه بالشكل المناسب وكما تعلمت اللي هي قوات الشرطة الخاصة، لحتى تأمين المكان وما نعرض حياة أي حدا للخطر. فعلا اقتحمنا المكان، أمننا، سحبنا القوة وأمننا خروج المهمة والقوة المشاركة في المهمة بسلام، لحتى خرجنا من هاي القرية اللي احنا كنا متوجهين إلها. تم نقلها من القرية في إحدى قرى رام الله إلى إدارة مكافحة المخدرات لكي يقوم فريق مختص من قبل وزارة الصحة بفرز هذه الأدوية وجدولتها ضمن كشوفات معينة لعرضها على النيابة العامة.
وفي ذات الليلة وعلى أحد الحواجز الأمنية قامت سيارة بالهروب وعدم الانصياع لأوامر التوقف. في العادي بيتم نشر العديد من الحواجز الليلية في شرطة المحافظة يوميا. مهمة هذه الحواجز هي التأكد من قانونية المركبات ومن سلامة الأشخاص اللي بداخل هذه المركبات. يتم البحث والتحري وإلقاء القبض على مركبة من نوع مازدا لون سيلفر لا تحمل لوحة أرقام، لم تصاح تعليمات الحاجز ونادت بالفرار على كل من يلوك القبض على المركبة. إعلامنا على كل من يلوك القبض على المركبة إعلامنا فورا. من رئيسي إلى جميع خاصات طاف الأب، يتم البحث والتحري وإلقاء القبض على مركبة من نوع مازدا لون سيلفر بدون لوحة أرقام، لم تنصاع لتعليمات الحاجز ولا لتعليمات برج عمار. في حال إلقاء القبض عليها إعلامنا، وفي حال إلقاء القبض عليها إعلامنا فورا مع أخذ حيطان حضر أثناء التعامل. تم العثور على المركبة دون السائق. صحيح، تم العثور على المركبة متوقفة بالقرب من المدرسة الإسبانية، وبدأت عملية التحري لإلقاء القبض عليه. المركبة نفسها التي قامت بالفرار من الحاجز. نعم صحيح، نفس المواصفات المركبة التي لاذت بالفرار. الرجاء من طرفك بعد قسم الهندسة لطرفنا. الرجاء إرسال الهندسة لطرفنا. سعر 5 رئيسي. في موقع آخر من المحافظة تقوم هذه الدورية بجولة ميدانية اعتيادية. احنا ضمن دوريتنا دورية سعر 5 نعمل حواجز، نبحث عن المطاليب، نبحث عن سيارة، عن مركبات غير قانونية، نحافظ على الأمن وعلى النظام ضمن البلد ضمن منطقتنا. كل منطقة اختصاص لها منطقة بتكون دورية ماشي فيها. احنا بنكون بعمل جولات متحركة في منطقة الاختصاص. اكثر تحركاتنا بتكون في المناطق اللي بتكون فيها تجمهر للمواطنين، لشباب، لسيارات الغير قانونية، بنقوم البحث عنها، فحص هوياتها، فحص مركبات، نتأكد من صلاحية المركبة إن كانت قانونية أو غير قانونية، فحص هويات المواطنين إن كان مطلوب بالعدالة أم غير مطلوب بالعدالة. أرسل يا رئيس على السماعة. وردتنا معلومة على الجهاز من قبل العمليات رئيسي انه في اشكالية موجودة بالقرب من حديقة السفارات لوجود اشكال بين مواطنين، فتم تحريك دورية سعر 5 المكان المعروف بناء على امر العمليات. سعر 5 رئيسي. أرسل. يعطيك العافية رئيسي، بخصوص الإشارة السابقة أنا في المكان المعروف لديك كنت بعمل عدة جولات ولا شيء يذكر، فأثناء وصول المكان تبين أنه الإشكالية منتهية، فإما بكون إما أنه بكون الإشكالية بين شبان اثنين عاملين إشكالية وتم إنهاء المشكال بشكل ودي بين بعض، أو أنه بكون بلاغ كاذب من قبل إحدى المواطنين. يصل البلاغ بضرورة التحرك للقبض على مطلوب في إحدى القرى. أثناء عمل دوريتنا تبلغنا من قبل عمليات الشرطة الرئيسي أنه نتحرك مع خاصات سراج لوجود مهمة في المنطقة لإلقاء القبض على مطلوب. Is it?
هلا شرطية. تعالي. يلا عالسريع خليك انت. بس البس فجرك. المطلوب كان في المنزل وسلم نفسه للشرطة التي اعتقلته وعادت به. سائر 5 تم القبض على المتهم تجهيز دوريا باتجاهنا طرفك. اوكي شوف وش اللي انا شايله هنا. هاي الماتشي. اطلع فوق فوق اطلع. يعطيك العافية يا رئيسي، تم الانتهاء من المهمة ونحن بطريق العودة للمحافظة. صحيح تم القاء القبض عليه ونحن بطريق العودة للمحافظة. رئيسي إلى جميع خصاتنا. حلقتنا مستمرة مع دورية شرطية أخرى. جين مكان قريب له في هناك عمل للمباحث العامة، طبعا هذا شغلهم. إحنا نساندهم إذا بلزم تسكية للطريق أو شيء ما شابه ذلك. في موقع حادث السرقة تعمل شرطة المرور على مساندة المباحث. مواطني بلغتنا انه سيارتها مكسور كزازها، جاء التعامل قسم الأدلة في المباحث العامي في المكان في الموضوع. تقوم المباحث العامة بالكشف على موقع الحادث ورفع البصمات. نحن انتهينا من عملية رفع الأثر عن السيارة المسروقة، هسا راح نبلش تحرياتنا إذا في كان في المكان كاميرات أو لا. إذا في تصوير أو كاميرات سنقوم بإحضار تصوير من ساعة الحدث لما صفت السيارة. صفت حسب الداء المشتكي صفت الساعة 6، سنقوم بجلب التصوير إذا كان في تصوير من نقطة من الساعة 6 لغاية الآن. أخذوا البصمات وبلغوا صاحب المركبة المسروقة أنه يتوجه للمكتب من أجل إعطاء إفادة وتكملة الإجراءات. تقوم قوة الشرطة على هذا الحاجز بعملها الاعتيادي بالتأكد من الالتزام بالقوانين والبحث عن المطلوبين. يسعد مساكم، أسعد عزاكم، بس حطونا الأحزين.
استارت الاشاره مشهور. وقفت هذه المركبة. ستة صفر تسعة خمسة. وقام الضابط بفحص رقمها. غير صحيح الرقم إليك. ستة صفر تسعة خمسة. تم فحص المركبة اللي من نوع هونداي أكثر من مرة بالبحث على رقم الشاصي ورقم اللوحة، وتم التأكد من أن هذه لوحة الأرقام الموجودة على المركبة ليست مطابقة للمواصفات التي يحملها المركبة ويحملها رقم الشاصي الخاص في المركبة. ايش صح؟ سطروين. غير قانوني على ما يبدو. السياره عليها لوحات سطروين وبراكب على جيب هونداي. هاي السياره تم فحصها، لوحه سياره جيب هونداي لون اسود. تم فحص لوحه الارقام وتبين ان لوحه الارقام تعود لمركبه اخرى من نوع سطروين. سيتم نقل السائق والمركبه الى مديريه الشرطه البلوء لحجز المركبه والتاكد من قانونيتها. تم نقل المركبة وسائقها على الفور لمركز الشرطة. وتسلم الضابط المناوب التفاصيل من ضابط الدورية وبدأ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة. السلام عليكم. السلام. من لازم يوسف تعال. يقول عافية شباب، كيف حالكم؟ كيف حالك يا عرفين؟ هذول حاجز سبيل سير خمسي وسبيل خمسي خلال فحص سيارة دورية سيارة على الشارع، فحصوا لوحة الأرقام على النظام، تبين لوحة تعود لمركبة أخرى وسايق جب توسان لون أسود. طبعا لوحة الأرقام صحيح مش للسيارة، مزور سيارة مختلفة. صحيح السيارة موجودة تحت. السيارة موجودة تحت صحيح. أيوه ضبطوها. خلاص أوكي صبحي شوفوا السيارة، أكدوا منها وفحصوا الرقم الموجود على السيارة لمين، شوفوا إذا في بلاغ رقم السيارة من نهاية ليلة جديدة من ليالي النجدة. تبين موضوع الدوريات اللي انت ما عندك من هون. الناس حاسة انه بدنا نوصل لعندهم. We'll be right back.
اصحاب القوه الخاصه من المكافحه بارتكاز التحرك والتواصل مع خاصه الحزم. الامور جاهزه. صحيح صحيح باشا، لك ذلك بالتوفيق للجميع.